أنا مقيم في هذه البلاد الطيبة، ومن بني جنس تنتشر فيهم عبادة القبور والأولياء، وفي البلد التي أعمل فيها كثير منهم لا يذهبون إلى المساجد وأماكن المحاضرات، وكثير من علماء بني جنسنا يحفظون القرآن ويدرسون التفسير، ولكن لا يتحدثون عن العقيدة أبدا. فقمت أنا بهذا الواجب بالدعوة إلى التوحيد، ولكني لست من العلماء ولا أحسن سرد الأحاديث بأسانيدها، ولكن أقول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا وأذكر المعنى. فشكك بعض منهم في أقوالي وشككوا في إقامتي لهذه الدروس، وقالوا إني لست عالم ولا ينبغي لي إقامة هذه الدروس، وهذه حدود طاقتي، وإذا أوقفت هذه الدروس لا يقوم بهذا الواجب أحد، فهل أوقف هذه الدروس؟ الواجب عليك أن تتعلم أولا، إذا أمكنك ذلك أن تتعلم، والتعلم ولله الحمد مجاله مفتوح. تعلم ثم بعد ذلك تدعو إلى الله عز وجل. لكن ما دام أنك ما تمكنت من التعلم التام، فأنت تدعو إلى الله على قدر ما تعلم، تبلغ قدر ما تعلم. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فأنت محسن في كونك تدعو إلى الله على قدر معرفتك وقدر استطاعتك. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فبلغ وعلم على قدر ما تستطيع، أما الذي لا تعرفه فلا تدخل فيه. الشيء الذي لا تعرفه لا تدخل فيه، إنما تدرس وتعلم قدر ما تعرف فقط. وهذا فيه خير كثير، لا تحقرن شيئا من العلم أو من التعليم ولو كان يسيرا ينفع الله به، لكن احرص على التعلم مهما أمكنك ذلك. نعم.